المسيح قام، حقا قام في هذا النهار المبارك، وهو أول أسبوع التجديدات، أسبوع الفرح، إذ نحتفل بقيامة الرب يسوع. في هذا الفرح الحقيقي والعميق الذي يقوم على اليقين بأن المسيح نعم قام من الموت ولن يموت أبدا، وإنما هو حي يعمل في الكنيسة، في العالم، في قلب كل مؤمن. فمنذ صباح الفصح عندما ذهبت النساء إلى القبر سمعنا ذاك الملاك يقول: لماذا تبحثنا عن الحي بين الأموات؟ لا تخفنا، إنه قام. هذه هي القوة، قوة الكلمة التي تعطي أيضا نور لكل إنسان ليسير في هدى هذه الحقيقة أن المسيح حي. ولكن كم من مرة خلال مسيرتنا نحتاج إلى أن نسمع من يقول لنا لا تخف؟ كم من مرة نبحث عن الحياة بين الأشياء المائتة ونبحث عن آلهة أخرى غير ذلك الحي؟ لماذا تبحثون عن الحي بين الأموات؟ نحن بحاجة أيها الأحباء في هذا الزمن المبارك أن نبحث في هذه الكلمات ونعيشها. للأسف عندما ننغلق في أي شكل من أشكال الأناني والاكتفاء والعنف وتصبح القوى الأرضية هي الملاذ لنا، عندئذ نفقد بوصلة الخلاص، وهذه الأمور لا يمكنها أن تعطيك الحياة. قد تعطيك فرح لحظات بعيدة، وإنما الأبدية تبقى دائما مع يسوع، وفرح اللقاء مع يسوع هو الذي يجب أن نبحث عنه. أيها الأحباء، المسيح قام وأعطانا الحياة، الحياة الأفضل، فلنضع ثقتنا بهذا الذي حول مجرى التاريخ إلى الأفضل، ولنصلي معا إلى أمه الكاملة الطهارة قائلين: أيتها الأم البتول، اعضدينا في هذه المسيرة الأرضية لنبلغ إلى فرح السماء مع يسوع الذي هو حي القائم من بين الأموات. آمين.